السلام عليكم، انا ميلودي، يا رب تكونوا بخير. في فيديو اليوم راح نتكلم عن اسهل طريقه تجيب بيها سكن لانسلوت الهيرو، وان شاء الله راح اكون معكم من بدايه الحدث لحد نهايته حتى اقدر اغطي لك كافه تفاصيل الحدث. بالاضافه ان شاء الله ترقبوا البطولات ال1 في 1، يعني مثل ما الكل يعرف حاليا احنا نسوي بطولات 5 ضد 5، ومثل ما نشرت لكم بالانستغرام الف مبروك للفازه وبالجواهر من خلال لعب البطولات. اما الان فشفت هواي من عندكم ما عندهم سكوادات، فابتداء من الشهر القادم ان شاء الله راح تصير اكو بطولات لل1 في 1، يعني تدخل واحد ضد واحد والفائز يحصل جواهر. اذا تحب تتعرف على التفاصيل اكثر راح اترك لك رابط الديسكورد بالوصف، تقدر تدخل حتى اول ما تبدي البطولات تسجل بيها. كذلك ومثل ما نشرت على حسابي بالانستغرام الف مبروك للفائزين اللي فازوا بالشحن الكامل لحدث سكنات الهيرو، وما ننسى دائما وابدا الف مبروك للفائز بعجلة الحظ. اذا تريد تفوز بعجلة الحظ وتحصل على واحدة من هذني الجواهر، كل اللي عليك تسوي تشترك بالقناة وتحط لايك للفيديو وتعلق اي تعليق، وراح يتم اختيار تعليق عشوائي. ومثل ما ذكرت في فيديوهات سابقة راح ينزل هذا الحدث اللي هو خاص بسكين كارينا، ومثل ما قلت لكم نزل الحدث. بالإضافة إن شاء الله بفيديو قادم راح أنزل لكم شرح على حدث بطولة الـ MCS اللي هي راح تتوفر بيها سكنات هواية وجوائز هواية، فإن شاء الله يا غدا يا بعد غدا راح أشرح لكم الفيديو. والآن خلونا نصلي على النبي ونبلش شرحنا لهذا اليوم. قبل لا أبلش الشرح حبيت أذكر أنه أكو جيفاوي بسيط على 7 سكنات الخاص بالهيرو الجديد على حسابي بالإنستغرام، إن شاء الله غدا راح يتم السحب. إذا تحب تشارك راح أترك لك رابط المشاركة بالوصف، وإن شاء الله بالأيام القادمة من ينزل الباتش الثاني من حدث سكنات الهيرو والبطاقات المجانية الخاصة بي كذلك راح أسوي جيفاوي على الإنستغرام. فإذا تحب تشارك بهاي الفعاليات البسيطة راح أترك لك رابط حسابي بالوصف، ادخل له وانطي متابعة حتى تتابع آخر الجيفاويات والفعاليات اللي أنزلها. والآن خلونا ننتقل للشرح الخاص بينا والمتعلق بهذا الفيديو. بداية راح نشرح مسارين للحدث. المسار الأول راح يكون بيه البطاقات تيجي مرتين بس، والمسار الثاني راح تكون البطاقات بيه تيجي 3 مرات. بالنسبة للمسار الأول اللي راح تيجي بيه البطاقات مرتين، بالبداية احنا لازم نكون شاحنين ل30 البطاقة الأولى بالكامل، ومن خلال شحنهن راح نحصل على 300 نقطة كحد متوسط. ممكن تحصل على 400 وممكن تحصل على 450، بس راح اتكلم بالمتوسط. بعدها انت راح تقوم بشحن المهمات الأسبوعية مال الجواهر اللي هي بمبلغ جدا رمزي، بس راح تخليك تحصل على السحبات اليومية الخاصة بالحدث، فانت راح تسحب سحبات يومية لمدة اكثر من 30 يوم، بالتالي راح تحصل على اكثر من 450 او 400 كمتوسط. بالإضافة إذا اجى السحب الآخر فأنت كذلك راح تحصل على 30 بطاقة أخرى، بالتالي أنت راح توصل ال 1100 أو 1000 إذا كان حظك جدا سيء، بالتالي راح تبقى لك سحبتين راح تقدر تسحبهن ببساطة بمبلغ جدا بسيط، وبهاي الحالة أنت راح تحصل على سكن هيرو بأقل من 25 دولار. أما إذا أخذنا المسار الثاني واجى الشحن 3 مرات لأن الحدث يطول شهر كامل، فبالتالي انت ممكن تحصل على البطاقات باقل من 15 دولار. وشرحت لك هاي افضل طريقتين وارخص طريقتين اللي هي السحب من خلال الخصم والبطاقات. بالنسبة للاشخاص اللي ما عندهم بطاقات شحن وما يعرفون يشحنون ومتواجدين داخل العراق، راح اترك لكم رابط متجر ثندر بالوصف، هو يوفر لك هاي شحن البطاقات من خلال الزين كاش. اما اللي ما عنده رصيد نهائيا وما يقدر يشحن نهائيا، فان شاء الله انتظروني بفيديو ثاني راح اجمع لكم اكثر الفعاليات اللي اقدر اجمعها فيديو واحد، وان شاء الله الاغلب من عندكم يحصل من خلالها جواهر مجانية، ربما يقدر يحصل السكن او ربما يقدر يحصل مجرد اطار او غيرها. ولا تنسون ان شاء الله انا راح اسوي جيفاوي على ال5 بطاقات ل50 فائز او 40 فائز حسب ان شاء الله يوم الجيفاوي اللي اسوي، راح يخلي اغلبكم يحصل على بطاقات يضمن على الاقل السكن اللي موجود اللي هو ب50 نقطة، او يطلع على اطار او رجوع او ريكول،
فلا تنسون تتابعون حسابي على الانستغرام. وبما يتعلق باخر اخبار السكنات، حصل سكن ليو مورتل ايبك على ريفام او ريميك، اي تغير السكن بالكامل، فحبيت اعرض لكم حركات وافكتات السكن بالكامل حتى تتعرف على السكن، واذا حبيت الافكتات والحركات راح تقدر تجيب السكن من الحدث الخاص بي. اتمنى تكونوا استفادتوا من الفيديو. اترككم مع العرض التشويقي، في امان الله. Surrender your soul! The end is inevitable.